تحياتنا لكم مشاهدينا، وصلنا إلى فقرتنا الفنية والذي نستقبل فيها أيضا صديق زميلتنا الجديدة ريم. إن شاء الله ريم عارف إن شاء الله بتكون معنا اليوم في أول حلقات مساء الإمارات. حياك الله يا ريم. حياكم، مرحبا أخوي عبد الله. يا مرحبا وسهلا. صقل موهبته بالاستماع لقدماء العمالقة، وهذا ما كان يخالف عمره وسنه، واكتشف أفراد أسرته أنه يملك صوتا جميلا وواعدا، وكان الذي تمناه. مرن نفسه على الغناء بشكل متواصل بلا كلل ولا ملل، وعرض عليه الفن منذ سن مبكر، ورفض لعدم اقتناعه بما قدم له، كونه كان يرغب بشيء يظل عامرا وليس شيئا سريع المنال وسريع الزوال. مشاهدينا الكرام، نرحب بالفنان طارق المنهالي. يا مرحبا وسهلا، منور معانا في الاستديو. النور نورك يا اختي، الله يرحبكم. عفا الله. الله يسلمك، حياك الله اخوي طارق. الله يسلمك يا رب. نحن تعودنا في برنامجنا نستهل ونطلع على الجمهور باغنيه طربيه ان شاء الله. فشو تقدم لنا؟ اولا ارحب بكم وبالجمهور، وشكرا للاستضافه. الله يسلمك، والله يطول عمركم. ان شاء الله نرحب باغنيه للفنان الراحل طلال مداح، ان شاء الله تنال اعجابكم. ما عليك امر طارق، بس المايك بنطلع وياه. مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا، مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا، جامع زين وحلا يا حبيب الله عطاك. مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا، مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا، جامع زين وحلا يا حبيب الله عطاك. بشر يا قمر خمسة عشر، انت ما مثلك بشر يا قمر خمسة عشر، زاد همي والسهر من هواك ومن غلاك. مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا، جامع زين وحلا يا حبيب الله عطاك. يا حبيبي مراني بالهوى عذبتني، يا حبيبي مراني بالهوى عذبتني، شوف غرامك ضرني مت وتعبني هواك. مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا، مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا، جامع زين وحلا يا حبيب الله عطاك. جامع زين وحلا يا حبيب الله عطاك. ما شاء الله عليك يا ضيف. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. بمناسبة انك قلت يا مرحبا ويا سهلا، نحب بعد نرد ونرحب فيك. نقول لك تبارك الرحمن، يعني من الاصوات المميزة. الله يسلمك. حضورا وصوتا وعزفا وكل شيء، تبارك الرحمن. الله يعطيك العافية، شهادة اعتز فيها طبعا. الله يسلمك يا ضيف. الله يعطيكم العافية ان شاء الله. طارق، ما شاء الله، انت كانت نشأتك في امارة ابو ظبي.
طبعا معروفة بروحها التراثية، فخبرنا عن هالتراث والنشأة في أبو ظبي، كيف أثرت فيك وفي فنك تراثيا؟ والله يا أخوي الحمد لله أنا من مواليد مستشفى التوام في العين أساسا، وبعدين ترعرعت وتربيت في أبو ظبي، يعني انتقلت في فترتي هذه، والحمد لله مدينة أبو ظبي من المدن اللي لا زالت تراث عامرها بشكل قوي الحمد لله، واهتمام الهيئات الحكومية ربي لك الحمد، واهتمام الشيوخ بالتراث ضخم الله بعمارهم والله يعطيهم الصحة والعافية. آمين. فتوجهت أنا للون نوعا ما شوية كلاسيكي قديم. نعم. وكنت أحب أسمع كثير ناس قدامه، يعني مثل الراحل جابر جاسم من تراثنا الإماراتي اللي نفتخر فيه، وتعلقت نفسيتي من صغري يعني باللون هذا. جميل. فكان مرتع أبو ظبي يعني دائما، وبراريها وطلعاتي ويا الشباب وشي. نعم. كلها كانت تدعيني أني أتم مستمر على اللون هذا. ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا مدينة العين معمة في الفنانين اللي طريتهم، يعني من أكبر الأسماء. نعم. اللي طلعت من مدينة العين. نعم. فعلا صحيح. بنسألك عن بداية حبك للعود، بداية ما اكتشفت أن أنت صوتك حلو وأن أنت عندك الموهبة هذه ذيك العود، ليش اخترت العود يعني بالذات مو بآلة ثانية؟ عفوا أختي الكريمة، العود هو ليش أنا اخترته، هو أنا حبيته صراحة. اللي حببني فيه طبعا من بداياتي الفنان عواد الجوهر، كان عزفه مميز على هذه الآلة. نعم. خلتني دائما أتعلق بأني من الفنانين عواد الجوهر اللي ربط نفسه بالعود كثير. نعم. في أغاني، فحبيت الآلة. وطبعا من عمري 12 سنة بديت أتمرس عليها بدعم وتشجيع من أهلي يعني، واستمريت فترة من الزمن أحب الآلة هذه. حبي لها خلاني أجلس ساعات طويلة أتمرن في المنزل، يعني بيني وبين نفسي. في البداية طبعا ما حد علمني كثر ما أنا كنت أختلي بنفسي. تعبت على نفسك؟ هي نعم. لا ما مو تعبت على نفسي، الآن في ناس تعلمت فيهم، يعني أنا حاليا من طلبة بيت العود العربي التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة. هذا قصة ثانية نحن بناخذها أيضا، لكن متى بدأ معاك اللي هو استخدام العود وشاركت؟ من عمري من المشاركة ولا بداية العزف؟ هو شارك حياتك من 12 سنة. 12 سنة ما شاء الله. ماشي. كان من عمري 12 سنة كنت. ما شاء الله. زين عيل، نسمع شيء دندنات على العود مع مقطع جميل يكون ان شاء الله. حاضر. تفضل. اللي تامرون عليه. الله يسلمك يا طارق. نسمعك ترى اليوم نحن ناخذ من عندك الفن، ترى الله يخليك تجعبته كله، يعني ناخذ اللي عندك. وقتنا نحن مو وايد طويل، لذلك نحاول نستثمره بان احنا نسمع صوتك ونسمع دندنتك على العود. نسمعكم شيء واجمل أيامي وساعاتي.
لك عيني سيدي يا سيد ساداتي سيد الخود المزايني راني ورفق بحالاتي دامني في حبك ارهيني. هذا شيء تراثي يعني. نعم طبعا معروف. هاي من اشهر الاغاني على فكره من شهره سيدي يا سيدي. نعم وكل من العديد من الفنانين يعني غنوها وايد من صحيح وايد من الفنانين غنوها يعني تميزها بكلماتها ولحنها هو تراثي وكل الاجيال حسب شوف من الزمن الاولي للحين الناس يا سترد ما تحصلين جلسه الا بها طبعا صحيح. ما ينكر التراث الا مع جابر جاسم صراحه لروعه ما قدم الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه ويروح الجنه. كنا نتكلم على الجلسات أنا سمعت إن عندك جلسات المينا؟ جلسات المينا؟ جلسات؟ المينا؟ المينا؟ لا في في منطقة المينا عندك جلسات مع الشباب تلتمون تدقون عود؟ آه جلسات خارج جلسات الشباب جلسات الشباب أيه. نعم في المينا منطقة المينا نحن قريناها لأن المينا في أبو ظبي في المينا يعني في جلسات لا الجلسات الشبابية قصدك أختي موجودة أي صوب؟ صوب مينا المينا ترى وين صوب المينا نيلس نحن بس مو دائما صراحة عادة ما يكون تجمعنا بالنوادر نعم أن نيلس يعني عادة في الميلس أو في المينا أو الوقت الحالي مع الشتاء والهبوب البارد في البر نعم معروفة جلسة المينا نخطف عليكم لا يا مرحبا بك الله يحفظك معروفة جلسة المينا البحر قدامك والبوانيش وتحس ان التراث قدامك وشباب ملتمين وبحر مفتوح الكرنيش عندك كل اجواء السائر هناك تمر فاحيانا يجون شباب نعرفهم وما نعرفهم ودائما نيلس بطرق جميله مثل هاي يعني نحيي فيها الفن بطريقه بسيطه حضورك يكفي طبعا الله يعطيك العافيه اتشرف بروحك في الجلسه تكون تدق عود وتغني ولا هالشباب ايضا يكون عندهم في فنانين موجودين معك من الشباب او هاوين ويشاركونك الدندنه والغناء اي والله يا اخوي عاده الشباب وايدين والهاوين اللي يعزفون على اله العود كثار ما شاء الله في الدولة فنيلس أحيانا نلتم ويا بعض ونيلس وأحيانا عازفين الإيقاع يكونوا موجودين ما شاء الله أحيانا عازفين القانون عندنا ربعنا بعد يعزفون ما شاء الله زين على الإيقاع والقانون أنت يعني ما شاء الله درست الأصوات المقامات في بيت العود العربي هذا تابع لهيئة أبو ظبي الثقافية صحيح نعم لأي مدى أنت في رأيك الفنان يحتاج إلى مثل هاي الدراسات وتخبرنا بعد عن بيت العود العربي بشكل مختصر بيت العود العربي نحن كلنا يعني كلنا فخر بانه جهه حكوميه اللي هو تابع لهيئه ابو ظبي للثقافه والسياحه نعم اللي هو باداره الفنان العازف الشهير نصير شمه ما شاء الله اللي هو مشرف عليه وحاليا مشرف على تدريب نعم ما شاء الله وكمشروع تخرج يعني انا افصح لقناتكم قناه الظفره مشكور ان شاء الله راح اكون اول فنان اماراتي باذن الله اتخرج من عندهم ما شاء الله باذن الله ما شاء الله خلال الفتره الجايه هاي ان شاء الله انا لي تقريبا سنه وست شهور معاهم ما شاء الله البيت العود جهة حكومية قوية جدا فيها فطاحلة من الدكاترة اللي يدرسون الصوت والسولفيج والفوكاليز والأشياء اللي ممكن أي فنان في ممكن يسلك الطريق هذا يستفيد منها أنا شخصيا استفدت أشياء كثير منها أنا التحقت بهم من سنة وست شهور واستفدت منهم الشيء ما شاء الله الوافر صراحة وأشكر هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة البادرة هاي وأوصي كل من لديه الموهبة أنه يتوجه هذه جهة حكومية ومتوفرة للجميع وعنده الإمكانيات ما شاء الله نعم موجودة الإمكانيات كل من يبي يسقل نفسه يروح عندهم نعم إذا ما شاء الله إذا هو خريجهم الفنان لسه ما تخرجت بإذن الله إن شاء الله قريب تخرج على إيدهم بإذن الله يعني إن شاء الله قريب فهذا يكفي هذا بروحه يعني شرف وسام تبارك الرحمن الفنان طارق شو جديدك؟ والله اختي جديد شو جديدك مع ملحنين شو جديدك مع كلمات ما الجديد موجود ربي لك الحمد نحن باكر بس انا راح اصرح ايه بس ما راح اعطي تفاصيل طويله انا اولا اقدم تحيه للملحن الاماراتي ملحن الوطن اخوي وعزيزي الملحن سيف القبيسي طبعا نحن بنتعاون باذن الله في القريب العاجل وان شاء الله راح ينكشف عنا الستار باذن الله اما قريب وراح يكون لكم سبق في هذا الشيء اوعدكم يعني انت مصدر لك البومات الحين طارق ولا بعد؟ لا والله انا اول اغنيه اصدرتها واول ظهور لي كان في هالسنه ربي لك الحمد في العيد الوطني 43 اغنيه وطنيه كانت باسم امارات الوفاء
من ضمن الاوبريت ما شاء الله كانت ولا لا مش اوبريت هو كان اوبريت مفرد مفرد نعم ايه مفرد مفرده لي انا الحمد لله تعاونت فيها عن دوله الامارات اي نعم في الاتحاد هاي هاي اخر شيء لا هاي نختتم بها ان شاء الله اي نختتم فيها بس ما تتذكر يوم ما كنا في روح الاتحاد اول اغنيه حطيناها الحين طارق منها لي ما شاء الله ايه بس الحين ما شاء الله يعني انت اذا اول ما يتبادر لذهنك خارج الخليج حق من تغني ما فهمت قصدك يعني الان انت اذا خرجت من الخليج عرفت كيف والاغاني التراثيه والاغاني الخليجيه بلغات اخرى وين تروح والله يا اخوي الفكره ليست قائمه عندي صراحه ولكن انا لا ما افكر وين تروح انت كنفسك مع مع شخصيا يعني انا شخصيا والله اذا حبيت اني اغني راح اغني في يعني في المشرق العربي مصر احدد يعني الفن المصري اذا توجهت يعني لان العراق اتوقع تكون موجوده عندهم يعني احنا تشبعنا كخليج من وراء الفن المصري والثقافه المصريه شو الاغاني لا هو كان مقصده ظنتي عبد الله اذا تحب تلغه تغني في لغه غير اللغه الخليجيه يعني مثل بلهجه تقصد اللهجه ايش لا ايش لا مثلا حمل من الفنانين لو كلثوم مثلا او شو الفنانين المقربين لك مثلا من سوريا بغني اذا طبعا شرط اذا كنت اجيد الشيء هذا بس يعني حاليا احس بينك وبين نفسك مرات مثلا لو كلثوم والله لا بالدندنه الصريحه اللي هي التمكن نعم انا في الخليج يعني متعمق في فني اولا فن تراثي والفن الخليجي كله انه هو لون اللي نريد نوصله صحيح. انا عندي رساله اني في لون اريد اوصله مثل ما وصلوا احنا نريد نوصلهم هذا رايح ايه. حكي احنا خلاص عاد ما نتكلم برا صوت عبد الله ما شاء الله في مزيج من طلال مداح من عباد الجوهر من محمد عبده نبرته حتى في حنان صوتك في النبره الكلاسيكيه وفي يعني سبحان الله في حنيه في الصوت في صوت يقول لك حاد وفي صوت حنون انت من الاصوات الحنونه تبارك الرحمن والقويه احنا ما نبي نطول ما نبي نتكلم وايد نبي نسمعك دام انك طريتي عبادي الجوهر نسمعكم شيء منه لو حبي ما عندنا مشكله اغنيه شهيره جدا للفنان عبادي الجوهر دخلت قلوب الملايين نعم. اللي هي تدرين وادري بنفترق الله من اجمل اغاني من اجمل اغاني صحيح يعني والالحان المتميزه طبعا اخطبوط العود عبادي الجوهر مشهوره جدا نعم. تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق احنا اتفقنا بكل شيء الا الزمان عي الزمن لا نتفق تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق احنا اتفقنا بكل شيء الا الزمان عي الزمن لا نتفق لا تزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق فصول يا فرح عيالا يطول
تقولي واقول ان كان عندك لي حلول قولي واقول يا ورد في كل الفصول يا فرح عيالي يطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول قولي واقول يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كانك تبي ننسى العمر ننسى السنين يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كانك تبي ننسى العمر ننسى السنين ونذوب في حب وحنين ونذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر والكل شي لابد نهاية حنا قربنا من النهاية ومالك عذر يا بسمة الثغر الخجول إن كان عندك لي حلول يا بسمة الثغر الخجول إن كان عندك لي حلول وإن كان ودك نتفك ولا ترانا بنفترك لا تزعلي لو نفترق قلبك خليل وقلبي أنا اللي بيحترق معاش اللي يحرق قلبك تبارك الله يعافيك دخلناك في الحزن شويه سامحوني بس العطره هاي الاغاني الطربيه يعني فعلا تسعد لها المسامع يوم تسمعها عبادي ودقه عوده ولحنه وكلمته يعني فعلا تحس في الاصاله تبارك الرحمن وصوتك جميل جميل حتى للاغاني هذه تنقى فيها الله يسلمك الله يحفظك ان شاء الله نحن طارق للاسف وصلنا لنهايه الفقره نرحب بك مره ثانيه وانت ايضا ترحب بريم اليوم اول يوم معانا ان شاء الله في مساء الامارات تشرف والله الله يحفظك يا رب الله يسلمك طبعا قبل نحن مثل ما قلنا نحن يعني ننهي فقرتنا باغنيه وطنيه اللي هي اوبريت انت طلعت فيها لكن قبل ما ننهي نحن بنودع الجمهور انا وريم ريم تودع الجمهور ما ننسى نتواصل وياكم طبعا على الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وانستغرام ورقم الواتساب هو 0561538644 طبعا لقيانا يوم الاحد ان شاء الله باذن الله باذن الله يوم الاحد في مساء الامارات في امان الله وانا بودع ان شاء الله لا انا بودع ما ودعت انا بعدني تفضل اذا مشاهدينا ان شاء الله نترككم مع الفنان طارق هو ينهي حلقتنا لليوم اما نحن ان شاء الله انا وريم نراكم يوم الاحد القادم باذن الله في امان الرحمن تفضل بلاد الخير وبلاد الحضارة التهاني قلت أقدمها هدية يا بلاد الخير وبلاد الحضارة التهاني قلت أقدمها هدية عاد عيدك يا وطن زايد ودارة يا إمارة الوفا والمقدرية يا إمارة الوفا والمقدرية زايد الوقفة تاريخ بوقارة زايد الفزع ونار العز حيا
زايد الوقفة تاريخ بوقارة زايد الفزع ونار العز حيا والخليفة قلت بارك لمسارة قايد الدولة عسيام مدية قايد الدولة عسيام مدية الكرم عنوان الاسم وافتخاره باسم الطيب واليمن الصخية الكرم عنوان الاسم وافتخاره باسم الطيب واليمن الصخية والوفا محمد ترى طيب وجساره هو ولي العهد وعزمه قوية والوفا محمد ترى طيب وجساره يا ولي العهد وعزمك قوي